بسم الله. اليوم المشاهدين والمشاهدات غنقدم لكم واحد الوصفة كيستعملوها اي كلشي الناس في هذا الشهر المبارك. الوصفة ديال السلو والمكونات ديالها كاينين في اي بيت في المغرب، بسيطين. دابا غنخدمكم كيلو ديال الدقيق فورس، حمرتها وخرجتها في الكسكاس. كيلو ديال الإلان، حمرتهم وخرجتهم عاود تاني في السيار. كيلو ديال اللوز، محيدتهاش القشرة، حمرتها مع القشرة ديالها وطحنتها في مونينيكس. نص غنزينها بها السلو. وكيلو ديال الجنجلان، حتى هو حمرتها وطحنتها في مونينيكس. تقريبا كاس ديال الزبدة عنبة، كاس. طيبت الزبدة، تيحيد هذيك اللبن اللي كيكون في الداخل ديال الزبده. وغنحتاج لكاس ديال العسل، ها شويه ماشي عامره بزاف. وغنحتاج تقريبا كاس ديال الزيت عاديه. الا خصني الزيت غنزيد عاوتاني. وغنحتاج تقريبا جوج عواشق كبار ديال القرفه، عشق ونص اليانسون ولا حبه الحلاوه، نافع عشق ونص كبيره، سكر حره تقريبا ربعه الكرات، طحنتهم مع شويه السنيده وشويه الملحه، والجنزلان على حساب التسيين، كاوكاو حيتها القشره وحمرتها في كوكوت، اللوز مع القشره ديالها. بسم الله على بركه الله. الدقيق، كيلو ديال الدقيق فورس، إلا غنخلي فيهم شوية وغنديرهم كاملين. الجنجلان، اللوز، سكر كلاسي. تقريبا نص كيلو ديال السكر كلاسي، اللي كيمل فيها نص كيلو. غنخليها الى غصني، غنزيد عاوتاني وغنزيد القرفة. اليانسون، المسكة الحرة، النافع، شوية الملحة، وغنخلط هادشي كامل باش يدخل مع بعضياتهم.
ملي خلطت هذيك مكونات جافين مع بعضياتهم غنزيد الزبده. بسم الله. غنزيد الزيت، طاح ليا فيها شويه د الجنجلان، بسم الله. هادي كيبغي بزاف يحرك بزاف بنادم بيدين ديالها باش تدخل فيها الزبده والزيت. الزيت الا خاصتني غنزيدها، الا خاصتني غنزيدها. باقي خاصني الزيت. ضروره واقيلا نبدل البانيو، نبدل الزلافه بالبانيو حتى الزلافه جات ليا قصيره، غنبدلها نخويها في البانيو. بدلتها بالبانيو خويتها ف حتى ما نقدرش نخدم في هذه قصيره. غنزيد الكاس ديال العسل، غنزيد كاوكاو، اللوز، الجنجلان، بسم الله. وكان خزمة بحال الا كان صوب العجينه باش يخرج تخرج ليا الزيت هذيك المواد اللي كاينين. خرج الزيت في الشنشلان واللوز. ضروري تقريبا واحدة 10 دقائق ولا 20 دقيقة. نخدم السل ديالنا،
ولقينا غنزيدها شويه د الزيت زبين ناشف. زيت فيها تقريبا جوج هاد المغارف ديال الزيت الاولى والثانيه. وغنخليها يرتاح شويه عاد عاوتاني نخدم باش نخرج فيها الزيت. السكر كراسي تقريبا درتها الرابعه جبت نص كيلو صافي لقيتها جا مزيان. السلو ديالنا وصل المرحله الاخرى جا زوين، المكونات ديالها موجودين في اي مكان وما درت فيها الكوزه، درت فيها الا حنتي الا صحيين. الكوزه كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش. ولا عندكم شي اقتراحات زوينين قولوا لي المشاهدات والمشاهدين. وكنشكركم على الاشتراك في القناه ديال ام زهراء و بارطاجيو الفيديو ديرو جيم.